السلام عليكم، نقدم لكم نفسي. ابراهيم بن بشير، ساكن في اقامه دوما في لاكومين ديال هروره. اول شيء كنرحبوا بالقناه شوف تي في اللي جات تشوف معنا هذا المشكل اللي غادي نطرحوه عليكم. حنا دابا ساكنين في هذه اقامه دوما مده تقريبا واحد عامين حنا ساكنين هنايا، والمشكل الاساسي اللي عندنا الوداديه كملات لينا لي طرافو ديالها، وحنا جينا سكننا درنا لي فينيسيون كملنا لي طرافو، لان ما كنا ساكنين وكارين بثمن غطاء، لا وكاين اللي عنده دي كريدي، كاين اللي عنده كل واحد شنو المشاكل ديالو، اضطرينا نجيو نسكنو. وملي سكننا لقينا المشكل ديال الظلمه. دابا هادي عامين والناس كتقاسي، ومحنا ان المشكل عندنا ان برونشمون جلوبال فواحد لو بوست ديال الشونتي اللي كان هنايا ومبرونشين فيه، وكيوقعوا دي فارياسيون وكيوقعوا لنا المشاكل في لي ماشين الكتريك بما فيها الماشين لافي اكسيتيرا اكسيتيرا. ومن غير هادشي كله الناس ساكنين في واحد الحاله صراحه لا يرثى لها. كاينين شي مكانات دي كونتور ديال الماء كونتري دال بالاخوان اللي اتصلوا بهم وداك الشيء، عطاونا شي حاجه ديال المكانات ديال الماء، ولكن ماشي معممين على 180 دار كاينه هنا، يلاه 69 اللي عندهم الماء راه حتى حنا راه غير كنديبانيو، والضو حتى هو راه غير ديباناج. سي ان ترونسفو اللي ولات دابا مع الناس كيسكنوا ولات عليه اون سورشارج، ولات عنده اون سورشارج. ودابا الناس عندهم ولادهم عندهم وليداتهم عندهم مشاكل ديالهم، خصنا كنطالبوا حنا غير بالظلمه، ما كنطالبوش بشي حاجه اخرى. هادشي اللي بان لي نقول لكم، وصراحه راه حنا محنين والله العظيم، انا محنين بالاخوان اللي هنايا، لا المكتب ولا الاخوان اللي ساكنين، راه دقوا جميع البيبان هادي عامين وما كيدقوا، ولكن ها مدة عامين شنو كتشي؟ مع مده عامين على حنا الناس غيبقاو ساكتين، عجبهم الوضعية، راه حتى واحد ما تعجبوه الوضعية، وسيرتو حنا ساكنين في فرهورة، وهرهورة سي تان ليو دو بريستيج. ها شوف اخويا خرج على برا وتشوف فرهورة كي دايرة، وحنايا هرهورة ما تقولش حنا جالسين في فرهورة. واش ممكن زعما كاين يعقل في 2021 فرهورة ليو دو بريستيج اللي فيه غير لي ريزيدونس اللي اش غنقول لك، وحنا عايشين بهاد الحالة لا ظلمة؟ حنا كنطالبو بالضوم، ما كنطالبوش شي حاجة أخرى، بغينا غير الضوء والماء، والمشاكل إلا كاينة شي مشاكل أخرى راه غادا تحل كيما بغي يكون نوعها. رسلت الجهات راه الاخوان يقولوا لك راه سيد العامل الرسالات والغوفرنور الى ما كاينش اللي ما فراسوش، تمشي عند القايد فراس. نهار السلام عليكم. في الحقيقه هنا بنينا هاد الريزيدونس وساليناها، سالات كلها، ودرنا خلصنا الريضال، خلصنا البلديه، خلصنا كاع الادارات، وتبعوا معنا الادارات حتى سالات البني، وجاو داروا لا ريسبسيون. جات ريضال دارت لا ريسبسيون، ملي خلصنا لها الماء والضو دارت لا ريسبسيون، فيريفات لي كوندويت، فيريفات كلشي مزيان. منين جينا بغينا الماء والضو عطاونا، بداو كيعطيونا الماء، عطاو تقريبا 69 واحد الماء، وقع مشكل ما عرفناش شنو هو، كل واحد شنو تيقول علاش ما كملوش، لان مبدئيا كانوا عاطينا الماء والضو، وكان بقات يومين ويعطيونا الضو، كانوا علمونا بانهم غادي يعطيونا المكانه الضو شويه، حتى جا قطعوا كل شيء، قال لك لا ما غنعطيوكمش. بطبيعه الحال راسلنا، مشينا للريضال وراسلناها ومشينا اجتمعنا معاهم، ما كيعطيوناش شي مبرر. مشينا لعند العماله، طلبنا اجتماع مع العماله، ما استقبلوناش. طلبنا الرئيس ديال البلديه، مشينا عندو على الاقل 21 مره، تيقول لك اودي انا هادشي فوق من الجهد ديالي، تيقول لك شوفوا الفوق انا راه ما رضا، حتى هي تقول لك اودي انا هذا ماشي جهدي، ولو اننا مخلصينها وعندنا العقد معاها وعندنا كل شيء معاها، دونك ما بغاوش يعطيونا الماء. هنا كاينين عائلات، كاين اللي افراد خمسه سته ساكنين وعندهم الدراري كيقراو، وخصهم على الاقل الانترنت. دابا مع الكوفيد
كاين النقاق، مشكل ديال النقاق، وكاين مشكل ديال الدراري كيقراو خصهم الانترنيت، خصهم باش يقراو وليداتهم. والعيد ها هو جاي، احنا ما اضطرنا نتجهوا لهاد للصحافه لان صافي ما لقينا حتى باب ما تحل في وجهنا. ودابا عندنا ها العيد، مشكل ديال العيد، خصو النقاق، خصو النظافه، خصو هذا، راه مشكل كبير عندنا. حنا خصنا يلقاو لنا شي حل. الا كنا حنا دايرين شي غلط يجيو يقولوا لنا راه دايرين غلط، يكاتبونا يقولوا لنا شنو كاين، ما كانش يجيو يعطيونا الماء والضوء. ولا كان شي حاجه ما كاين حتى مشكل، حنا مستعدين لاي اي اقتراح ولا لاي حساب، حنا مستعدين له. دونك هذا الشيء هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عضو منخرط في الوداديه ديال دوما. هو احنا بالنسبه للوضعيه ديالنا حنايا كمنخرطين في اطار قانوني، يعني الرضا خلصنا ليها الواجبات ديالها كامله، خلصنا ليها الترونش ديالها، عطاونا الكيتوز ديالنا بان اون ريغل معاهم. دونك كنتسناو في المودو، المودو عطاونا لي كونتور ديال الماء 69 كونتور، وقطعوا عنا لي كونتور الاخرين، والضو ما بغاوش يعطيونا الضو. حنا في وضعيه غير قانونيه مع هذا الرضا، دونك خصهم يلقاو لنا الحل. حنا بالنسبه لتسليم السكنه هذاك راه متبع المسار ديالو، يعني في القانون ديالنا ملي غيوصل الاجل ديال تسليم السكنه بالنسبه لنا راه غادي هذيك الساعه نادليو بالوثائق ديالنا كلهم، وغادي ناخذوا تسليم السكنه ديالنا. دازت اللجنه ديالنا، اللجنه اللي هي دازت عطات الملاحظات ديالها، لقات ومع رضا مع ذلك مخلصين لهم كلهم الواجبات ديالهم، ما بغاوش يعطيونا لي كونتور ديالنا. حنا ما يمكنش نبقاو في هذه الوضعيه هذه، وحنا في المدينه اللي هي تابعه للولايه. الحمد لله دابا تمرة راه تابعه للولايه ديال الرباط وفي العاصمه، وعندنا هذا المشكل ديال الموضة ولا يعقل. ونقدوا نقولوا في الصفيح ولا ديور ديال الصفيح على ريغور، ولكن حنا دابا حنا في عمارات اللي هما عصريين هوستونديك، وفي واحد المنطقة اللي هي الهرهورة اللي هي معروفة على الصعيد المغربي وباينة بالحضارة ديالها، ولكن كنتفاجئوا ما عندناش الموضوع. شنو هو الإشكال ديالنا؟ ما عرفتش، ما عرفناش. دابا حنايا كاتبنا العمالة، كاتبنا ريضال، كاتبنا البشوية، كلهم الجماعة ديالنا، وكيمتنعوا ما كيعطيونا، ما بغاوش يعطيونا الموضوع. علاش؟ ما فهمناش. دابا حنا كنلتجئوا للصحافة بس ساعدنا ربما، بس هاد الامور تفضح. الا كان شي واحد اللي معرضنا في الطريق ديالنا نعرفوه شكون هو، بس ناخذوا الموضوع ديالنا. حنا ماشي مهربيش من هادشي. واش هاد الناس هادو دابا حنا اللي مدخلين 69 كونتور ما كيخلصوش؟ راهم كيخلصوا الواجبات ديالهم، وعلاش ما يكملوش الاخرين؟ والضوء دابا في وضعيه اللي هي غير قانونيه، واخذين الضوء من عند المقاول اللي كان كيبني لنا، هو اللي خلى الكونتور ديالو، واخذين من عنده الضوء. لا يعقل. دوك راه في وضعيه غير قانونيه مع رضا، بس نكونوا واضحين. رانا الا مشينا تابعناها ولا ما بغاوش يعطونا الدوره غادي نتابعوها، لان ما يمكنش نبقاو هكذا. انا كنقول هذا الشيء، والاخوان راه كلهم المنخرطين كاملين، وكاين ضرر ضرر. انا راه في التعليم العالي لا يعقل بان وليد هنايا الوليدات كيقراو وما عندوش الانترنت وما عندوش الضو، واش يقرا على الشمعه، يقرا على الفران، ما عندها حتى معنى. دابا راه في وضعيه اللي هي غير قانونيه، لا من ناحيه اجتماعيه ولا من ناحيه القانونيه ولا من ناحيه جميع النواحي. دونك حنايا كندوب بهذا النداء هذا باش نشوفوا اللي هو الاوردوناتور ديالنا، هو السيد العامل، ياخذ القرار، يشوف مع هاد المسؤولين علاش ما بغوش يعطينا الضوء والماء. هذا هو الضرر عندنا، وراه عندنا ضرر دابا وكنعيشوا. كاين الناس اللي هما منخرطين عندهم الالات ديال الالكتروميناجي ضاعوا لهم نظرا للضوء اللي هو قليل، الماء كاين تعفنات، كاين ميكروبات، كاين بزاف د الحوايج. وحنا راه في وضعيه اللي هي الحمد لله الكوفيد دابا راه كتعرفوا شنو هما اللوازم ديالو، اش اللي كيطلب من ناحيه النظافه وداك الشيء، ولكن حنا بعاد بعد الكل من هذه المنطقه هذا. دونك حنا تنتمناو باش يكون تدخل سريع، باش على الاقل هاد الناس هادو يستافدوا من هذه الوضعيه هذه. وشكرا. السلام عليكم. انا خويا مواطنه مغربيه ولكن من الجاليه، ساكنه في فرنسا، شاريه هنا في هاد الدومه، وهذه عامين وحنايا كنحاولوا باش نجيبوا الموضوع لهاد البروجي هذا، ولكن كان عجزنا، ما عرفناش شنو هو العراقيل اللي كاينه دابا. ما بالغريك
غاد نسمح لي لان بزاف ديال المسائل ما كنعرفش نترجم بلا كيجيونيش لي مود غير دغيا مالغري التعليمات ديال سيدنا نصره الله بان خاص اي واحد اي مواطن مغربي يعيش بالكرامه. شنو هي الكرامه؟ هي الواحد يكون عنده الاقليات الموضوع. دابا الوزيره حتى هي ديال البناء والتعمير حتى هي كتهضر بان اي مواطن مغربي محتاج خاصو يكون عايش في الكرامه ديالو هي الموضوع. حنا دابا كاينين ناس عندهم الماء وكاين ناس اللي ما عندهمش وكاين كل اغلب المشروع كامل ما عندناش الضوء. كاين ناس اللي مراض ما كيقدروش يطلعوا بالدروس ساكنين عالي. هذا مشكل خاص كنطالبوا دابا اي واحد عنده شي سلطه يحاول يعاوننا في هذا المشكل هذا باش يتحل لينا لان دي عامين وحنا كنناضلوا باش نديروا روسنا نكونوا روسنا غير هذه الاقليات هي الموضوع. اذا انا كنتاج السلطات وكنتاج الرئاسه ديال طريدان باش يلقاو لينا حل حتى يجي البيرمي دابيتي. واش عباد الله البيرمي دابيتي راه مساله ديال ادمنستراتيف. حنا عندنا مشكل ديال لومان لان كاين الوباء ما كنقدروا. حنا جايين دابا من دول خارجيه باش كنستثمروا في بلادنا ولكن كنعجزوا فاش كنلقاو هذه المشاكل هذه. اذا كنتمنى بان هذا الفيديو هذا غادي يسمعوا شي واحد باش يمد لينا ايد المساعده وشكرا.